يطلب حق الرد بعد تداول شهادات ضده تتهمه بتحرش الجنسي واغتصاب قاصرات. البارح دخلت معنا عضو في حركة أنا زيدا وعن هيئة الدفاع عن الضحايا اللي أكدت ثبوت بالأدلة وقالت أنه استدرج قاصرات. أخ سوجي تورط في هذا الكل والبارح كان موجود مع برنامج بكورنيش حكي برشا على الحكاية وشنو اللي صار بالضبط. احنا نحب نعرفه أكثر تفاصيل وحق الرد كما قلت محفوظ لي ذيك عليش هو اليوم معنا. سيف بن عمار مرحبا. عسلامة أمينة وعسلامة الناس كل اللي تسمع فيها لإذاعة إيفام. أمينة ميشوني وميمة معك. وميمة سمحني. أهلا أهلا شحوالك؟ والله لبس الحمد لله خير برشا على خاطر قاعد نشوف في حاجات قاعدين يصيروا يضحكوا أتم معنى الكلمة. خلينا نبدأ بشوية بشوية سيف خلينا نبدأ بشوية بشوية. البارحة كانت موجودة معنا عضو في حركة نزيدة وعن هيئة الدفاع عن الضحايا قالت أنه عندها الأدلة الكاملة اللي تثبت التهمة عليك واللي تقول أنك أنت تحرشت في وقت ما بقاصرات. شنو تقول أنت؟ أنا نقول والله الإنسان هذا اللي قاعد يحكي ويحب يشوه لي سمعتي ويحب يحطم لي مستقبلي ويحكي عليه بطريقه خايبه قدام الراي العام ماهوش قاضي وما فما حتى قضيه. يعني انت كي باش تحكي هكا للعباد قاعد تشوه لي في سمعتي ما تعرفش شنو اللي يستنى فيك. نحن الحكايه هذه دوله تفهموا فيها بالقضاء. نحن فما قضاء في تونس والقضاء هو الفيصل في الحكايه هذه. تبقى انك تجي في إيفام وتحكي وتقول اللي عندي خمسة بنات باش يشكيو وما نعرفش شنية. بعد انا نمشي نحكي في موزايك تجي تعاود تتدخل وتقول عندي زوز بنات باش يشكيو وتحكي بطريقة نتاع ما عنديش ادلة كيفية وجيت نسأل على ادلة تعمل لي دي سكرين شوت وتقول لي دي تيمونياج من عند عبيد انونيم. يا اخي فين عايشين؟ نحب نفهم انا يا اخي هذه البلاد نتاع القانون معناها انت كتحب تدافع على حرية نتاع ناس. ويني حريتي انا كانسان في الحكاية هذه كي انت تحب وين حقوقي كإنسان كي أنت تحب تشوه لي سمعتي قدام العباد الكل والعباد الكل قاعدة تتفرج. هذا مش كان حق رد. هذا مساج للناس اللي تهجموا علي واللي طلعوا فيه إشاعات ومغالطات. الناس اللي عملت علي حملة ممنهجة والناس الكل تعرف الحكاية هذي باش يشوهوني في شخصي وسمعتي. قل لهم راني باش ناخذ منكم حقي واحد واحد واللي عملتوه فيا راه مش شوي علي انا وعلى عائلتي. صحيح فسخته وخفته كي سمعته اللي باش اللي انا باش نشكي اما الادله الكل موجود والاستاذ منير بن صالحه باش يتكفل بالحكايه هذه. ديجا البارح فهم ديزاكتيفيست سكروا لي كونت نتاعهم على خاطر سمعوا بيا جوست باش نشكي خاطرهم يهبطوا في اسمي انا وكي سمعوا بالحكايه هذه ولاو يفسخوا وخايفين. وجمعيه انا زاده تو تهبط في حاجات اما ما عادش تكتب في اسمي خاطر عندهمش الادله الكافيه. دونك هذايا قانونيا تهجم وما يسمحش به القانون. وانا لهنا حبيت نوضح النقطه هذه وراه مانيش باش نسكت على حقي كما سيف زاده حقك تدافع على العباد. انا زاده من حقي كشخص اني ندافع على روحي خاطر هذايا مظلمه كبيره قاعد نتعرض لها ومانيش باش نسكت على حقي. سيف انت قلت القضاء هو الفيصل. البارحه احنا سالناها قلنا لها اذا هي باش يرفعوا الضحايا قضيه والا لا قالت مازالت ما تعرفش. اليوم انت باش ترفع قضيه؟ بيان سور انا تشوهت سمعتي. هذوما العباد اللي يحبوا يشوهوا لي سمعتي يكتبوا فقره كم كوا يحبوا يدافعوا على ضد المتحرشين وهما يتاجيو في السبونسور نتاعي باش ما عادش نخدم معاهم. دونك انا فسر لي راهي فاتت امور انسانيه هذوما عباد ماجوره. انا اليوم باش فهمت كيفاش يطلعوا وزراء في البلاد ويهبطوا بالطريقه هذيا عباد ناخذ فلوس. الحكايه واضحه برشا العباد اللي تتبع في الحكايه من الاول تفهم اللي الحكايه بدات اصلا من برا ماهيش من تونس. شافوني انا انسان نخدم على روحي عندي كوميونيتي قويه الوحيد الفيريفي في تونس معناه باش تصير لي الحكايه هذيا كيفاش وسيف والناس كلها هبطت عليه بين نهار وليله هبطت 40 سكرين شوت اسمي كلهم بالغلط ودي سكرين شوت حاكي فيهم. انا من 2012 ما زلت طفل عمري 17 سنه ما نعرفش منين جابوهم ويتهموا فيا اللي هذا دخل فيا ساق. انا تعبت نفسيتي تعبت على الاخر وما عادش نستحمل الحكايه هذه. دونك اوبليغاتوارمون الادله الكل موجوده الحكايات اللي تحكيت الكل والتهم موجودين عند الاستاذ منير بن صالحه وهو اللي باش يتكفل بالحكايه هذه. وكما قلت باش نعاودها حقي باش ناخذ. هي تقول هي زاده انه عندها الادله وانها ثبت في الكونت وظهر الكونت نتاعك وما فماش فوتوشوب وماهوش تروكي. تقول زاده شنو ربح البنات هذوك انهم يتبلاو عليك؟ شنو ربحهم انهم يتبلاو عليك؟
الحكاية متاع فوتوشوب الحاجة الوحيدة اللي تنجم تثبت اللي هذوك مصحاح ولا لا من شي ظاهرين فيجوالمون حتى اسمي مكتوب بالغلط وحتى اللي ترس ظاهرين من الحالة الوحيدة باش تثبت انه انا يتحل تليفوني قدام القضاء هذاك علاش انا باش نلجأ للقضاء خاطر عندي ثقة في القضاء وعندي ثقة في روحي اما هي تتبلى علي وتقول هكاكا وانسان بعث لها سكرين شوت انا لهنا نقول ما هذا يعني 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 بالحق وصلنا نحكيو هكا في تونس هذه اول حاجه ثاني حاجه العباد اللي تحكي عليهم راه ما ثم حد خرج راه عباد انونيم معناها تنجم هي توا تحكي اللي تحب نجم انا نكتب لك 20 ارتيكل نتاع عبد انونيم وكلهم مكتوبين بنفس الفاسون كلهم عندهم 5 سنين وكلهم انا تحرش كلهم انا اختصبتهم وصافي اختصب بلاد تونس الكل بالليل نحب نفهم حاجه مختصب ألف الواحد أنا وتول كلهم تكلموا رفما ديتراس فما قانون فما ناس معناكي تظهر أنا مختصبها تروح لدارهم بينصر باش تظهر الحكاية ما فهمتش أنا كيفاش قاعدين يخموا وفيش هني يحبوا يعملوا بالضبط معناه ركوب على الأحداث وظهر لي وظهر لي أحسن حل إنه القضاء يكون هو اللي بيناتكم واللي عنده الحق ياخده كسوا أنت كسوا البنات اللي اتهموك اللي عنده حق قدرة ربي باش ياخده. البارح مثلا ما بين التعليق اللي ريتهم في برنامج كورنيش قلت أنا بسي أنا وطفل بسيط ونفدلك وبعد قلت اسمي مكتوب بالغلط برشا البارح قالوا إنه هذا فما تضارب في أقوالك سيف كيفاش فسرت ما فهمتش قلت لي انت بسيط وتفدلك ومن بعد قلت اسمي مكتوب بالغلط كاينك معناها قلت في الاول لا راني انا كنت نفدلك معاهم ومن بعد قلت راهو لا راهو مكتوب اسمي بالغلط شنو واضح انا بسيط ونفدلك على حاجه اللي هي موضوع اخر جمله قلت انا بسيط ونفدلك نحكي على فازه عملتها اخرى مانيش نحكي على الموضوع هذيك الجمله ومن بعد تحكيت على السكرين شوت قلت اللي فما لنفبرك وفما اللي ظهر انه فبرك بالفوتوشوب وفما دي فو بروفيل تابي توا شايف بن عمار ولا اخ سوجي اللي هو النيك نيم نتاعي باش تلقى اكثر 100 ولا 100 ما حسبتهمش دي فو بروفيل معناها راهو حاجات ساهلين برك فما لوجيسيال تنجم تيليشارجيه توا ابليكاسيون على التليفون تعمل لك كونفرساسيون وبرشا برشا برشا حاجات اخرى يعني انت باش توصل باهي سامحني هذوما انا ما فهمتهمش اف بي اي معناها في ظرف نهار جابوا 40 طفلة و 40 سكرين شوت والناس تحكي وتقول يعني سهلة الحكاية معناها هي بالطريقة هذه